الافضل في صباح هذا اليوم دقيقتين 11 ثانية. تهانينا لأيضا عثمان عبد الباقي حيث أن سجلت التوقيت الأفضل والأبرز في صباح هذا اليوم. حضور لأيضا عثمان عبد الباقي أو عبد الغادر عبد الباقي. تهانينا والناموس على فوز حضور وتسجيل لأفضل توقيت. نسير مع التحدي، نسير مع الإثارة، نسير مع البداية الأولى والمقدمة. الفارس للصديق طلحة الصديق على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. هناك الفارس للصديق طلحة الصديق أيضا على المركز الثاني والمركز الثالث. وصل الفايز لمحمد عبد القادر بخير خلال المركز الرابع. هناك ايضا همام لابو حسين البطحاني، ولكن طار الفارس على المقدمه على المركز الاول. حمد او الصديق طلحه يبغي التوقيت. يا سلام يا الفارس، لله دركم يا ابناء بودليك على هذا الحضور، على هذا التفوق الجميل، حيث ان حضرت في الشوط السوداني الاول سجلت التوقيت الافضل دقيقتين 11 ثانية. هناك ايضا الواصل ايضا الفارس يبغي التوقيت بدون اي اوامر. عصاته فبطانه ما حركوه. طاير بسم الله ما شاء الله طار. اقلع الفارس. التوقيت في خطر، الاداء الجميل، الحضور المشرف. يا ابن الكير ركز على التوقيت. ها هو على الصدارة الفارس البطل. سجل يا حدث. لله درك يا ابن بودريك. التوقيت الحدث دقيقتين 7 ثواني. سلامي على هذا الحضور. المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الكرام ايضا لمحمد عبد القادر بوخلال. المركز الثالث ايضا وصل في الفارس الصديق طلحة. ماذا فعلت يا ولد طلحة. الصديق صدق بالوعد، سجل التوقيت الحدث دقيقتين 7 ثواني. بسم الله وما شاء الله تبارك الرحمن.